المراكب النيلية، عربات الذرة المشوية، بائع حلوى غزل البنات، إنها ملامح رئيسية يراها من يقوم بجولة ترفيهية على كورنيش النيل وسط القاهرة. لكن هذه المظاهر تكتسب زخماً كبيراً في فترة الأعياد، خاصة عيد الفطر. في ثالث أيام العيد شجع اعتدال الطقس آلاف المصريين على الخروج إلى الكورنيش فرادى وجماعات للاحتفال بهذه المناسبة، وهي الأولى في عهد الرئيس الجديد محمد مرسي. بفرح يعني العيد بقى فرحتين، فرحة الرئيس محمد مرسي وفرحة العيد. طبعا الراجل دوت بيتقي ربنا والراجل شايف شغله كويس، بس يا ريت الشعب يقف معاه، يا ريت الشعب يتوافق معاه، يا ريت كل الشخصيات المهمه او كل رجال الدوله او كل انتلافات الثوره انتلافات الثوره وشباب الثوره تقف معاه، يعني بيبقوا ايدهم في ايد بعضهم عشان خاطر بلدنا بس خط الأمان. يحاول المصريون تناسي مشكلاتهم الحياتية اليومية بالاستمتاع بالأعياد ولو لفترة محدودة. الناس حاسة بأمان، الناس بتفرح، الكبار والصغيرين، كل فئة بتفرح بمستواها، كل فئة بتفرح زي ما هي عايزة، زي هو ده الطابع المصري وهو ده فرحة المصريين من آلاف السنين. محيط الكورنيش مثل وجهة مفضلة لمختلف الأعمار من الرجال والنساء والأطفال الذين حضروا للاستمتاع وسط جو من الأغاني الشعبية التي ملأت الشاطئ والنهر معا. وكان الإقبال على الرحلات النهرية كبيرا نظرا لانخفاض الأسعار. لم ينقص من الاحتفالات سوى حالات تحرش جنسي بالفتيات في ظل وجود أمني محدود.